هل أنتم جاهزون لنبدأ العرض؟ في صيف عام 1929 أقلعت من ميناء أوديسا سفينة ديكابريستا الضخمة العابرة للمحيطات متوجهة نحو الشرق. كان على متن السفينة ركاب غير مألوفين بالنسبة لسفينة شحن مع أمتعة غريبة. هكذا كانت بداية أول بعثة سينمائية ناجحة إلى شبه الجزيرة العربية، إلى البلد الملفع بالأساطير والغموض والمغلق تقريبا بوجه الأجانب، إلى المملكة اليمنية. مرحبا بكم، أنا فيتالي ناومكن، أستاذ التاريخ العربي والإسلامي بموسكو. أود أن أقدم لكم اليوم فيلما عن اليمن صورته بعثة التصوير السوفيتية الشهيرة التي كانت مكونة من شخصين فقط، المخرج فلاديمير شنايدروف والمصور إليا تولتشان. إنه أول فيلم وثائقي عن اليمن، وهو من الأعمال النادرة للغاية، وبالطبع فهو مثير للاهتمام بحد ذاته. لكن هناك أيضا كتاب لا يقل عنه ندرة، وهو ذكريات شنايدروف عن هذه الرحلة وعن الظروف الغريبة المدهشة التي صور فيها هذا الفيلم. وإذا فقد أقلعت سفينة الشحن العابرة للمحيطات ديكابريست إلى الشرق حاملة على متنها بعثة التصوير وأمتعتها الغريبة، 3 كاميرات سينما و10,000 متر أشرطة خاصة للمناخ الاستوائي ومعمل تحميض وهدايا للحكام والسكان المحليين وجهاز حاكي وعدة آلاف من زجاجات مياه الشرب المعدنية، 34 شحنة، وكل ذلك سيصل بعد أيام إلى ميناء الوصول، الميناء الرئيسي للمملكة اليمنية المتوكلية، ميناء الحديدة. من البحر تبدو الحديدة مدينة أسطورية في بلاد العرب القديمة، بيوت بيضاء عالية على الساحل تغمرها الشمس، إنها بيوت الأثرياء من أهل المدينة، من 3 أو 4 طوابق مغلقة من جميع الجهات كالقلاع. هنا تقطن أسر الموظفين وضباط الجيش الإمامي والتجار والمصدرين، وحول المدينة في أحراش النخيل القليلة تتناثر عشش الحرفيين والصيادين والحمالين العاملين في الميناء. الحديدة أهم مركز للتصدير والاستيراد في المملكة اليمنية، والميناء مليء بعلب الكبريت والصابون والكيروسين ولفائف الأقمشة وأجولة الدقيق والسكر والأرز. ليس هناك إمكانية لتفريغ الحمولة على الشاطئ مباشرة بسبب الصخور وضحالة المياه، لذلك تنقل فوق القناطر على أيدي الحمالين إلى الشاطئ. وتحت أشعة الشمس الاستوائية القاتلة ومن مشرق الشمس حتى الغروب تتلوى طوابير الشبان والعجائز في ساحة الميناء وهم يحملون على ظهورهم سررا ضخمة. هذا العمل الشاق يقصم ظهور الحمالين، أما الملاحظون الجالسون في ظل العرائش ومعهم أكياس النقود النحاسية فينظمون العمل ويحصون السرر ويدفعون لقاء كل رحلة من البحر إلى المخزن قرشا أو قرشين. الحمالون يميلون نحو الأرض ويثبتون الأحمال على ظهورهم ويشبكونها مع رؤوسهم بالحبال، يمرون أمام الملاحظين الذين يعطونهم أجورهم، ومن يده مشغولة يدسون له النقود في فمه، وما أتفهها من قروش لا تكاد تكفي لسد الرمق.
المناظر الأولى التي نجحت البعثة السوفيتية في تصويرها كانت في الميناء. وعلينا ألا ننسى أننا بصدد مدينة وبلد كان التصوير فيهما ممنوعا نهائيا، ولم تتمكن أي بعثة تصوير أمريكية أو أوروبية قبل ذلك من التصوير في أرض اليمن، إذ كان المصورون يطردون فورا من البلاد. كان مصير البعثة السوفيتية رهنا بالفوز برضا حاكم الحديدة ومنطقة تهامة ابن مالك اليمن الأمير سيف الإسلام محمد. وفي اليوم التالي بعد وصول البعثة أرسل شنيدروف هدايا إلى الأمير ورسالة يرجو فيها استقبال مجموعة التصوير. من وراء عشش القش المدببة وخلف حرش النخيل المترب يتسامى قصر حاكم المنطقة الأمير سيف الإسلام محمد، وأحيانا يتردد نفير الحراسة، وتتراقص أشعة الشمس على النوافذ ذات الزجاج الملون عاكسة كل ألوان الطيف. الأمير شاب جميل في 28 من عمره، حركاته كسولة ناعمة، وعلى وجهه الشاحب المرهق ابتسامة ود، في جلباب أبيض عادي طويل وصندل من الجلد الملون في قدمين عاريتين وخنجر ثمين غير طويل تحت حزامه. وشواربه السوداء وسالفاه القليلة الشعر تبرزه بوضوح بين أفراد الحاشية المحيطين به. هذه صور للإمام وحاشيته لم تلتقط في المقابلة الأولى بالطبع، ففي البداية كان ينبغي نيل رضا الحاكم. أمضى شنيدروف والمصور المساء في عرض الأفلام التي جاءوا بها إلى علية القوم، وكانت أفلاما عن الصعود إلى قمة جبل بامير في طاجيكستان، والمسابقات الرياضية في موسكو، والعروض العسكرية في الساحة الحمراء، واستقبلت الأفلام بترحاب. وعلى الفور اتضح أنه قبل البعثة السوفيتية جرت هناك محاولات من الفرنسيين والإنكليز لعرض أفلامهم في اليمن، لكن هذه الأفلام كانت تستعرض القوة العسكرية لأوروبا، ورأى اليمنيون فيها محاولة لتخويفهم، ولذلك لم يميلوا للصداقة معهم. أما أفلام البلد السوفيتي الفتي فراقت للدولة اليمنية الحديثة الاستقلال، راقت لدرجة السماح للبعثة بتصوير الأمير ورهطه، بل وتحريكهم من موضع لآخر وإرغامهم على الرواح والمجيء والسكوت أو الكلام، أي تنفيذ تعليمات المخرج. كان ذلك بداية طيبة، لكن البعثة أرادت أن تصور أكثر في المناطق الجبلية وفي العاصمة، وحتى الآن لم يكن بوسع أي أجنبي ليس فقط أن يصور بل وأن تطأ قدمه المناطق الداخلية في اليمن. ولذلك ظل شنيدروف يصور في الحديدة وينتظر في صبر. صيادو الحديدة يخرجون إلى البحر قرب الفجر، يلقي عدة أشخاص بأنفسهم في الماء دون خوف من سمك القرش، ليدفعوا بالسمك نحو الشباك. يغطسون كثيرا ويبقون تحت الماء فترات طويلة، وبجوار الشباك سرب من طيور الحوصل، هي أيضا تصيد السمك، تستخدم طريقتها الخاصة، فعندما تصيد سمكات كبيرة تقذف بها في الهواء وتتلقفها بمناقيرها المفتوحة. بعد أن يلقي الصيادون شباكهم ويتركون سباحيهم في الماء، يتوجهون إلى الشاطئ وهم يدلون حبالا طويلة من كلا جانبي الشباك، وحين يصلون إلى المياه الضحلة يسحب فريقان منهم الشباك إلى الشاطئ. مع الشباك يعوم السباحون هو طيور الحوصل. عند الصخور لا يصطادون سوى السمك الصغير، لأن صيد السمك الكبير يتطلب التوغل بعيدا في البحر لعدة أيام. السمك ينظفونه على الشاطئ مباشرة، ينظفونه فورا قبل أن يفسد. مئات القطط تجلس قريبا وتلتهم المخلفات بشراهة.
السمك المنظف ينقلونه إلى السوق على الفور إلى بسطات السمك. سوق الحديدة ينقسم إلى أجزاء منفصلة تبعا للسلعة المعروضة. هناك دكاكين الحدادة والكيروسين والأقمشة، وهناك أيضا ورش الحرفيين. بين البسطات تتزاحم كتل بشرية يتصبب منها العرق، عرب، يمنيون، أحباش، هنود، أفارقة. السوق لم تعجب شنيدروف بحرها وجوها الخانق وزحامها وترابها، وكانت البعثة تعمل في ساعات القيظ القاتل عندما كان اليمنيون وليس الأوروبيون وحدهم يهربون من الشمس المحرقة ليختبئوا داخل المباني. كانوا يطفئون نار العطش بعصير من الرمان الذي يشترونه هنا من بسطات بيع المأكولات. أما مياه الشرب فكانت نادرة في الحديدة ويجلبونها بالسفن للأوروبيين فقط. أما السكان المحليون فيشربون مياه الآبار العالية الملوحة. وسنقرأ ما كتبه شنيدروف عن هذا. تطلب التصوير هنا وخاصة في السوق اللجوء إلى المكر، فعندما حاولوا في البداية العمل مباشرة تجمهر حشد كبير من مئات الفضوليين الذين عرقلوا التصوير، وعلى الفور ظهرت الشرطة وراحت تفرق المحتشدين بالهراوات مما أثار نقمتهم. عندئذ قررت المجموعة العمل بكاميرتي تصوير، وكان المخرج يحمل واحدة يطقطق بها بدون شريط متظاهرا بالتصوير، وهو يصيح بعبارات ما ليشد انتباه المحتشدين. وفي هذه الأثناء كان المصور يلتقط المناظر التي يريدها بهدوء وعلى مهل. وهكذا تم تصوير سوق الحديدة بالرغم من كل التعقيدات. حياة أسرة عمال عربية. الوقت صباحا، حسن وعيسى وإبراهيم نيام. حسن يستيقظ، يوقظ عيسى وإبراهيم. يرفعون الماء من البئر. يتوضؤون ويصلون. يشعلون الفرن الصغير ويسخنون الماء في إناء من الفخار. حسن يتسلق النخل ويجمع التمر. يعدون معا غداء بسيطا. فاطمة تخرج الحصر والأطباق المجدولة وتفرش المائدة على الأرض مباشرة تحت النخلة. تصوير هذه المشاهد كان من الممكن أن يلعب دورا مأساويا في مصير البعثة السوفيتية، فقد كان تصوير الحياة اليومية لأسرة يمنية
يجري بطريقة ليست واقعية تماما. استعانوا بالصيادين محليين لأداء أدوار أفراد العائلة، فهم الذين يستيقظون وينامون ويأكلون، لكن العثور على امرأة لتصويرها لم يكن أمرا سهلا. فمن جهة لم تستطع أن تظهر أمام المصورين الأغراب مكشوفة الوجه، ومن جهة أخرى كان يجب عليها أن تتخلى عن النقاب أمام أهل بيتها حتى يكون التصوير واقعيا. فما العمل؟ هذا هو ريال ماريا تيريزيا، وهو عملة المملكة اليمنية في ذلك العصر، ووزن هذا الريال 28 غراما من الفضة الصافية. وساعد شنيدروف كثيرا في عمله، لقاء مبلغ بسيط وافقت إحدى النساء العاملات في معمل البن على تصويرها، وكانوا على وشك الانتهاء من التصوير عندما نشبت هناك أزمة بجوار المنزل، فاندفع صياد ظهر فجأة وهو يصيح بأن الكفار يستبيحون المقدسات ويصورون النساء سافرات، فمضى إلى الأمير ليشكوهم. لكن الأمير لحسن الحظ ظل هادئا، قال للصياد: ليس من شأنك السهر على حماية القوانين، فهذا شأننا نحن. العاملات في فرز البن هن زوجات وبنات الحمالين والصيادين والحرفيين، يعتبرن من أدنى الفئات الاجتماعية، لذلك لا يعتنين بستر وجوههن كما تفعل المسلمات الثريات. يوم عملهن يستمر 12 ساعة من الشروق إلى الغروب، والأجر قليل جدا. في المبنى الجانبي بضع ماكينات تقشير، على الأرض في الأسفل شق رحى حجري، وفوقه الشق الثاني وبه فتحة في الوسط، وفي الجنب يد خشبية. شابان قويان يديران الرحى تارة باليد اليمنى وتارة باليسرى. ومن الجانب تتساقط قشور حبات البن. يوضع البن المقشر في سلال ويرسل للتجفيف والفرز مرة أخرى، ثم إلى عاملات الفرز. مقشرو البن في الحديدة قليلون، لذلك فأجورهم أعلى بكثير من أجور الفرازات. عملية فرز البن منظر خرافي بالنسبة للشخص الأوروبي. عشرات النساء والفتيات في ثياب زاهية الألوان وأساور رنانة يهززن في أيديهن غرابيل ضخمة من القش المجدول، هكذا يفرزن البن اعتمادا على ثقل الحبوب الجيدة. بعد ذلك يفرزن الحبوب الجيدة حبة حبة ويضعنها في سلال. العمل لا يجوز أن يتوقف ثانية واحدة. الأولاد يلعبون وسط الفرازات، منظرهم الخارجي يشير إلى أصول إفريقية، بطونهم المنفوخة محاطة بخيط به كف، إنها وسيلة فعالة ضد الحسد. الهواء مشبع برائحة البن النفاذة، عندما تمتلئ السلة ترفعها الفرازة إلى رأسها وتحملها إلى المكان المحدد. تعبأ البذور المقشرة في أجولة بزينة 100 كيلوغرام وتشحن إلى بورصات البن العالمية في نيويورك وجنيوا وهامبورغ. أمضت البعثة 3 أيام في تصوير عملية معالجة البن، وعندما شاهدت النساء ربيين أغرابا سرعن بتغطية وجوههن ورفضن التصوير. وهنا تدخل صاحب المعمل. كانت لصاحب المعمل مصلحته الخاصة، وافق بترحاب على التصوير بشرط أن يذكر في الفيلم أن هذا المعمل تابع لشركة إخواني لفراتو الشهيرة. ووعده شنيدروف بذلك، ونزعت النساء اليشمك، لكنهم انتظروا عدة ساعات حتى تهدأ النفوس، وقرر المخرج اللجوء إلى الطريقة المجربة، ووزع بعض المال بين الأطفال مما أعجب الأمهات. كانت تلك
آخر المشاهد المقررة للتصوير في الحديدة، لكن الأمير سيف الإسلام ظل يلتزم الصمت بخصوص مصير بعثة التصوير الروسية. في وسط الحديدة يقام عرض عسكري لحامية المدينة. بعد صلاة الجمعة تصطف القوات عند قصر الأمير سيف الإسلام. الأمير يستعرض القوات محييا. ثم تمر وحدات المشاة النظامية. تصاحبها الموسيقى العسكرية. تعداد القوات اليمنية حسب المصادر الرسمية يتراوح بين 30 و35 ألفا. وعند نشوب الحرب ينضم إليها المتطوعون، وهم أيضا يشاركون في العرض، وبانضمامهم يصل تعداد القوات ل150 ألف جندي وأكثر. قوات العرض تتوجه خارج أسوار المدينة. في المقدمة تسير الخيالة. الأوركسترا العسكري يستعرض مهاراته، ويتواصل العرض برقص عسكري يرمز إلى استعداد الجيش لصد أي عدوان. كل قبيلة تقدم أفضل راقصيها. وينتهي العرض بهجوم استعراضي يشنه المشاة اليمنيون. انتهى التصوير في الحديدة. صوروا كل ما يمكن أن يظهر حياة هذه المدينة الميناء. نفدت مياه الشرب المعدنية لدى المجموعة. ليس هناك مياه إلا من الأبار، يغلونها مرتين. شنيدروف يقول إنه ماء رديء، وخاصة لصنع الشاي، إذ يصبح شايا مالحا. الملاريا منتشرة بالحديدة، وثمة حالات إصابة بالجدري، ومرض المخرج والمصور بحمى البحر الأحمر، وهم في انتظار الإذن بالسفر. فحسب القوانين اليمنية لا يسمح للأجانب بالوصول إلى المناطق الداخلية إلا بإذن الملك الإمام يحيى ذاته. ليس هناك أخبار، والأيام تمضي. شنيدروف يدرك أن مناظر الحديدة وحدها لا تكفي لصنع الفيلم، إذن فقد كتب على البعثة الفشل. وفي الوقت الذي تملك اليأس فيه تماما البعثة الروسية، وقع حدث غير مصيرها كليا، حدث
لم يتوقعه أحد ولم يتصورها ولم يخطر على بال.